مشاركات في هذا البرنامج الافتراضي وتيمنا أخص منهم بالذكر بعض الأساتذة الكبار أبرزهم البروفيسور زبير أحمد الفاروقي والبروفيسور كفيل أحمد القاسمي والبروفيسور شفيق أحمد الندبي والبروفيسور محمد إقبال حسين وغيرهم من الأساتذة الكبار والرؤساء أقسام اللغة العربية في مختلف الجامعات الهندية. زملائي الأساتذة، أعزائي الطلبة والطالبات، سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرجو منكم جميعا إغلاق الكاميرات والميكروفونات تفاديا من التشوش الصوتي. أيها الحضور الكرام، للضرورة أحكام، واليوم تقتضي الضرورة أن نستحل هذا البرنامج بغير ما تعودنا عليه، وهو أن نقرأ الفاتحة على روح زميلنا فقيد اللغة العربية البروفيسور فيضان الله الفاروقي الذي انتقل إلى رحمة الله قبل يومين. تغمد الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العطاء. يقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أتوقف هنا لدقيقة واحدة للدعاء وقراءة الفاتحة. أيها الحضور الكرام، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذه المحاضرة الافتراضية الصابرية نسبة إلى أخينا الدكتور صابر نواس الذي أصبح رمزا لنجاح البرامج الافتراضية في الهند بفضل علمه وفضله ومهارته وتفانيه وإخلاصه وفريقه التقني. بارك الله فيه وقواه. وكذلك أرحب ترحيبا حارا بجميع المشاركين من الدول العربية والآسيوية أصالة النفس ونيابة عن أكاديمية التميز بالهند واتحاد أساتذة وعلماء اللغة العربية لأمم الهند، وهو جمعية غير حكومية تمثل مدرسي اللغة العربية في حوالي 50 جامعة هندية حكومية منتشرة في شرق الهند وغربها وفي جنوب الهند وشمالها. وإن الاتحاد يعتز اليوم ببعض أعضائه ويعترف بجهودهم، وهم في الحقيقة وجه الاتحاد وفرسان المحاضرات الافتراضية، ومنهم بل على رأسهم الدكتور صابر نواس من كلية مدينة العلوم بكيرالا والبروفيسور مجيب الرحمن من جامعة جواهرلال نهرو الذي يرجع إليه الفضل في تنظيم أفضل الندوات وأنفعها في مختلف الأجناس الأدبية، ومن نفس الجامعة البروفيسور رضوان الرحمن الذي يتولى منصب الأمين العام في الاتحاد ويعرف فيما بيننا بأبي المؤتمرات والندوات، ومن نفس الجامعة الأخ محمد قطب الدين الذي بدأ بهذه البدعة الافتراضية في الهند. ولا بد من أن أشيد بجهود بعض الفرسان الآخرين من الجامعات الأخرى، ومنهم البروفيسور محمد أيوب الندوي من الجامعة الملية الإسلامية والذي عقد وساهم في عدد وجيه من الندوات، ولا أنسى الأخ الدكتور عبد المجيد من كلية الأنصار العربية، والأخ الدكتور سعيد الرحمن رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة العالية بكولكتا، والذي استضاف مؤخرا أستاذين كبيرين
من الإمارات العربية المتحدة وزميلي الأقدم البروفيسور مشير حسين صديقي من جامعة لخنو. إن القائمة بأسماء الكليات والمعاهد طويلة، منها كلية أنوار الإسلام بمونغام بكيرالا، وكلية الدكتور ذاكر حسين بإليونغودي بتاميل نادو، وكلية روضة العلوم العربية بكاليكوت كيرالا. بالجملة أنا أود أن أحيي وأشجع كل فارس من الفرسان من منصة اتحاد أساتذة وعلماء اللغة العربية لعموم الهند، وأنتهض هذه المناسبة لأناشد وأحفظ رؤساء أقسام اللغة العربية في الجامعات الأخرى، في مقدمتهم أخي العزيز البروفيسور عبد الماجد القاضي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية، ورؤساء أقسام اللغة العربية في الجامعات الهندية الأخرى أمثال جامعة دلهي، جامعة أليغر الإسلامية، جامعة إيفلو، كولكاتا، غوربانغا، وبابا غلام شاه بادشاه، وجامعة كشمير، وجامعة أوانتي بورا، وغيرها من الجامعات الهندية على الخوض في هذا الغمار، لأنني أشعر بأن الفضاء الافتراضي الجديد بمنصاته الإلكترونية المفتوحة ستتحول إلى قناة التواصل الرئيسية حتى مع بعد جائحة كورونا. لذا أنا أوجه هذا النداء من منصة الاتحاد، وأنشد لكم بيت الشاعر الأردي جيجر مراد آبادي: کبھی شاخ و سبز و برگ پر، کبھی غنچ و گل و خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر. اے انا للاتحاد حق مشروع فی انجازاتکم بغض النظر عن مکان الاتحاد وعمله. ایوہ الحضور الکرام، انا ارحب نیابتا عنکم جميعا ونیابتا عن جميع المشاركین والمشاركات في هذا البرنامج الافتراضي، ترحيبا حارا بالضيفين الكريمين ألا وهما البروفيسور علاء أحمد السيد عبد الرحيم أستاذ النقد والأدب، والبروفيسور أحمد عبد الرحمن القاضي رئيس قسم اللغة الأردية، وهما أنتم تعرفون من دولة تعرف وتشتهر بكنية أم الدنيا أي جمهورية مصر العربية، وهما من جامعة لها فضل وإحسان على كافة المعاهد والكليات والجامعات التي تعنى بتدريس العلوم الإسلامية والعربية في كافة أرجاء المعمورة، وهي جامعة الأزهر الشريف. وأنا شخصيا مدين لها بشكل غير مباشر، إذ لي شرف التلمذ على ثلاثة أزهريين في جامعة جواهرلال نهرو. أيها الحضور الكرام، خشية من الإطالة أختثر حديثي وأقدم لكم نبذة تعريفية مختصرة لضيفنا العظيم البروفيسور علاء أحمد السيد عبد الرحيم، فهو أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف، حاصل على أكثر من 20 تكريما بين الجوائز والدروع من مختلف الحيات العلمية المرموقة، وله أشرات الكتب والبحوث العلمية، وشارك في عدد كبير من الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمهرجانات، ويحظى بالعضوية في عدد من اللجان والحيات العلمية والثقافية، له صولات وجولات في الأدب القديم ومناهج النقد الحديث، وهو شاعر مطبوع له 6 دواوين شعرية، حصل على المركز الأول ولقب أمير الشورى من هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بالإمارات العربية والمتحدة في عام 2013، وحصل على لقب الشاعر الأزهر في عام 2019، وهو أزهري مالكي يؤمن بوسطية الإسلام ويعتقد بحق الناس في التجاور والتعايش السلمي، ويهدف إلى ذلك من خلال كتاباته الشعرية
والإبداعية الأخرى. بهذه الكلمات أنا أرجو بكل أدب والالتماس من مدير الجلسة الأخ صابر نماس أن يجري الحوار مع ضيفنا الكريم. وقبل أن أترك هذه المنصة أنا أرجو من سعادة الأخ علاء كأن هؤلاء الهنود الذين يشاركون في هذه المحاضرة أو في هذه البرنامج فإنهم يريدون إقامة العلاقات الثقافية مع حضرتك، لابد أن يكون هناك بعد المحاضرة أيضا التفاعل معهم. بهذه الكلمات أنا أسلم الميكروفون إلى الأخ صابر نماض، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا لسعادة البروفيسور الدكتور حبيب الله خان لهذا التمهيد الجميل، ونحن ننتهز هذه الفرصة لتقديم أخلص الدعاء للفقيد البروفيسور الفاروقي يعني في هذه المناسبة. وأنا أباشر إلى الأستاذ أمير الشعراء شاعر الأزهر دكتور على جانب، مرحبا بك على إلى منصة الأكاديمية التميز باجتهاد أساتذة وعلماء اللغة العربية، مرحبا بك بكل حل والترحاب إلى الهند. الهند كلها تستقبلك بكل حب وإخلاص وألق وقلب بالتفاني والتضحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأخوين الكريمين الدكتور حبيب الله خان والدكتور صابر على هذه التقدمة الجميلة، وإنني أعلن من هنا سعادتي الغامرة بوجودي في هذا الملتقى الافتراضي مع إخوتي وأحبائي وأصدقائي وزملائي وأساتذتي، وأخص بالذكر سعادة الدكتور أحمد القاضي أخي وزميلي العزيز. وأحيي من هنا أيضا كل جماهير الهند المحبة للشعر والمحبة للفن، والهند التي يكثر ذكرها في الشعر العربي قديما وحديثا، بل إننا يعني أجود السيوف كانت قديما تنسب إلى الهند، فيقال السيف الهندي والسيف الهندواني دلالة على حسن الصنعة وعلى عتق وذكاء الصانع الهندي منذ قديم الزمان. الحقيقة لست أريد أن أطيل كثيرا، فهذا أمر معروف وهو العلاقات الثقافية بيننا وبين إخوتنا في الهند، هذا لا يحتاج إلى تكرار الكلام فيه، ولكن أنا سعيد جدا جدا بوجودي في هذا الصباح الجميل مع إخوتي وأصدقائي وزملائي ومع جمهور الهند الكريم المحب للشعر. شكرا جزيلا لهذا الاهتمام البالغ والحب الكبير والشديد لتجاه الهند وأهل الهند، وأنت يعني ممثل لجمهورية مصر وممثل لجامعة الأزهر يعني في ساحة الأدب والثقافة والنكت والشعر. وأنا أود أن أبدأ فعالية اليوم يعني بنقاش بسؤال يتعلق بجامعة الأزهر الشريف الذي يقف شامخا يظل منبرا ومئذنة للعلم والثقافة والتسامح بين الأديان وبين كل الأجناس من الناس. وخلوني أنا أدخل إلى صميم هذا الكلام بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نحن نستمع إلى مقطع فيلم. أنا أنتقل إلى يعني خلوني عفوا يعني للمشكلة
خلوني أبدأ بمقطع إن شاء الله. أستاذ صابر، لا يوجد الصوت. نحن نبدا استاذ على جانب علاقتك الوكيله. الصوت مزعج. نحن نبدا يعني نقاش اليوم يعني عن الجامعه، جامعه الازهر الشريف، ونحن نود ان نستمع منك يعني علاقتك وانطباعاتك يعني حول الجامعة. هو كان اولا كان الصوت لا يعمل في المقطع الفيديو. عفوا لهذه المشكله. نعم. بالنسبة للأزهر، طبعا علاقتي به ممتدة منذ أن كنت صغيرا، فليست علاقتي بالأزهر في الجامعة فقط، وإنما علاقتي بالأزهر تبدأ منذ المدرسة الابتدائية. فأنا منذ الصغر أتعلم في الأزهر الشريف، أتعلم علوم القرآن واللغة العربية. والجميل في الأزهر الشريف أنه يعلمك ثقافة قبول الآخر واحترام رأي الآخر. منذ أن كنا ندرس ذلك عندما كنا نختار المذاهب الفقهية، فمنا من يختار المذهب المالكي، ومنا من يختار المذهب الشافعي أو الحنبلي وغير ذلك من هذه المذاهب. الأزهر أيضا تعلمنا فيه، حفظنا فيه القرآن ونحن صغار، وحفظنا فيه عيون الشعر العربي، وتعلمنا فيه النحو. فالأزهر لا أبالغ إذا قلت إنه يشكل ملامح شخصيتي تشكيلا كاملا. فكل ما أنا فيه من موهبة، من شعر، من علم إن كان لي من ذلك نصيب، كل ذلك راجع بفضل الله تعالى إلى تعلمي في هذا الصرح العملاق الأزهر الشريف. أطلب منك يعني إذا استطعت أن تنشد بعضا من قصائدك يعني حول الأزهر الشريف. نعم، عندي قصيدة هي معروفة يعرفها الجمهور يعني هنا في مصر، تتحدث عن الأزهر الشريف. تقول: زمن يمر وخطوة تتعثر، ومعالم تخفى وأخرى تظهر، حرب مع الأيام تسقط خيلنا فيها، وتبقى شامخا يا أزهر. أنا أزهري والحقيقة في يدي، جمر وقرآني ضمير نير، فالعطف في أنا والشموخ خطيئة، إن الشموخ على جبيني يقدر. يا حصن دين الله ما كادوا له، إلا وكان لديك سيف يشهر. أنت الضمير الحر، ما أرضعتنا إلا الشموس، فعيننا لا تكسر. من سره فخر بغيرك،
من سره فخر بغيرك إنني حتى بجدران المباني أفخر لي فيك عمر كالضياء مشيته وشباب أيام تجد وتسهر وكتاب تاريخ نقشت حروفه بدمي وقلبي في حروفي يعصر لي ضحكة الصبوات حين أتيته غض الجناح مع الكتاب أثرثر لي أصدقاء كلما استذكرتهم حط الحمام وذاب في الفم سكر عفوا للمنبر العالي للمنبر العالي ومئذنتي بها الله أكبر غيمة تتحدر كم منبر بالشعر قد زلزلته وأعزها والله هذا المنبر الآن تزدحم الدموع كأنها سحب على عطش الليالي تمطر ذكرى من الزمن الجميل تفتحت وردا وما لهناك غصن مثمر هل كان عمري غير ما أفنيته أحبو على درج العلوم وأعثر يا سر عين الله تكلأ مصرنا بالأولياء فبالكرامة ننصر قم بالأمانة لا تهاد خائنا وانهض فشانئك الأجب الأبتر نكتفي بهذا القدر من القصيدة لأنها طويلة جدا وأخشى على السادة الحضور من الملل وكم منبر وكم منبر بالشعر زلزلته والله وأعزها والله هذا المنبر يعني هذا من أربع السطور التي أنت سجلت حبا وإخلاصا وشكرا وتقديرا يعني لأمك يعني لجامعة الأزهر الشريف التي تربيت ونشأت وترعرعت فيها وهو السبب الرئيسي يعني لنموك شاعرا وناقدا وأستاذا في الشعر والنقد ونحن كلنا يعني كل المسلمين وكل محب اللغة العربية والدين الإسلامي نحبه ونحترمه ونبجله تبجيلا يعني كمنبر شامخ يعني للعلوم الإسلامية والأدب والشعر وننتقل إلى بعض المواضيع التي تتعلق بقصائدك وأنا أود أن أبدأ بالأمة يعني الأمة أولا كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحقيقة لك أماني أم أنجبتك وأم أنجبت يعني مقدراتك ومهاراتك جامعة الأزهر الشريف والأمة الحقيقية أنا سمعت في بعض حواراتي في موسم أمير الشعراء في أبوظبي أنت شاركت يعني تجربتك حول فراق والدتك الحبيبة أنت أدمعت وأنت بكيت بكاء شديدا بفراقها نحن كلنا نود أن نسمع منك يعني تجاربك الشعرية في هذا الموضوع يعني في موضوع الأمة والأمومة نعم عندي قصائد كثيرة لأنك كما تعلم الأم هذه هي الوطن الأول الذي يتكون فيه الإنسان نحن أول أوطاننا التي نسكن فيها هي رحم الأم ثم بعد ذلك ننزل إلى الحياة فيكون حجرها وهو المهاد الذي نتربى فيه ونترعرع ونرضع اللبن من صدرها لنتغذى ونكبر ثم تحوطنا بعينيها وهي تراعينا في لعبنا وفي مرضنا وفي صحتنا فالأم هي رحمة الله الممثلة على الأرض لذلك عندي يعني أكثر من قصيدة ولقد ابتليت بوفاة والدتي وقد كنت في بداية سن الشباب كان عمري 17 عاما حينما توفيت أمي رحمة الله عليها فكتبت مجموعة من القصائد سأختار لكم منها قصيدة بعنوان أمي وهي كانت في ديواني الأول ولد ويكتب بالنجوم تقول فجر بوجد الرؤى قد خضب الآن فانداح يفغي المدى روحا وريحانا أمي
إذا قلت أمي هب صوت دمي شعرا وأمطر هذا الكون أحضانا. أمي إذا قلت أمي هب صوت دمي شعرا وأمطر هذا الكون أحضانا. أمي فدعني يا شعري أرددها، ما قلت أمي إلا ازددت إيمانا. أمي وإن لم أجد أمي بخاطرتي، تساقط الحرف تحت الصمت حرمانا. يد من الغيب، يد من الغيب، وجه الله طلعتها، لا بدء لا منتهى فيها لرؤيانا. لو أن للكون قلبا كنت رحمته، لو أن للكون قلبا كنت رحمته، أو للحنان كتابا كنت عنوانا. دقات قلبك كم باتت تؤانسني نجوى، وحضنك يتلو الدفء قرآنا. مسام روحي، مسام روحي إن أقرأتها انفتحت، وبات باب السماء أذنا لنجوانا. حبيبتي أنت يا بدئي وخاتمتي، يا زمزم الروح فاضت في غدرانا. أنت الطهور إذا ما الحزن أرهقني، والكوثر العذب إما بت ظمآنا. من أغنياتك كم أطلعت لي قمرا، تنام عيني ويقضي الليل سهرانا. وما اعتراني من برد يقضقضني، إلا وجدت غطاء الروح أجفانا. هذه صلاتي إلى عينيك، هذه صلاتي إلى عينيك أرسلها، دموع حب تزف القلب قربانا. خفقي دعاء وهذا الليل شوق دمي، والمغربان مسيري فيك تحنانا. وعند قبرك صلت ألف سارية تسقي ثراك عيون الله غدرانا. شكرا جزيلا. ما أروع القصيدة، يعني هذه ليس خيالا ولا شيئا من الإبداع والفن، هذه هي الحياة، حقيقة الحياة. يعني أنت سجلت حياتك يعني في سطور بأبيات فولدت هذه القصيدة. ما قلت أمي إلا ازددت إيمانا، يعني هذا الإيمان والعقيدة الراسخة في كل قلب محب للأم. وأنت بدئي وخاتمتي، يعني نحن نشكره ونسجل كل الشكر والفضل إلى والدتنا، إلى أمهاتنا، يعني اللاتي يعني وقفت حياتهم لنا لتربيتنا يعني إطعامنا ولكسوتنا ولجميع مساهل الحياة. ونبد أن نسمع منك بعض الكلمات عن والدتك الحنون، يعني تجاربك ويعني خلفية كتابة هذه الأبيات. طبعا يعني كما تعلم حضرتك ويعلم جميع السادة المشاهدين أن فقد الأم يعد من أعظم أنواع الفقد، لأن القلب الوحيد الذي يعطيك بلا مقابل، والروح الوحيدة التي تكنك بغير انتظار شيء وتتمنى لك دائما أن تكون أفضل منها، هو قلب الأم. الأم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأم عندما سأله الصحابي الجليل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثلاث مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم من؟ قال أبوك. فأتى الأب بعد ذكر الأم ثلاث مرات. وليس في الدين الإسلامي فقط، ولكن في كل الأديان السماوية وفي كل الفلسفات وفي كل الثقافات، لا يمكن لأحد أبداً أن يؤخر أو أن ينكر دور الأم إلا الإنسان المختل عاطفياً وعقلياً، لأن الأمهات هن كما قلنا في بداية الكلام هن الأوطان الأولى لنا. هذه القصيدة كتبتها في فترة
كنت فيها يعني الحمد لله كنت في وضع جيد، وكنت في مرحلة من مراحل النجاح حينما ناقشت رسالة الدكتوراه. وفي يحب الإنسان أن تكون معه أمه، الأمهات دائما نفتقدهن في الجريت إيفنتس، يعني في الأحداث العظيمة، في ليلة الزواج، في ليلة مناقشة الدكتوراه، في مناسبة كمناسبة أمير الشعراء، في شيء من هذه المناسبات الاجتماعية الاحتفالية. نتوقع أو نتمنى أن تكون أمهاتنا موجودة حتى ندخل السرور والفرحة على قلبنا. لكن في هذا اليوم تلفت يمينا وشمالا فلم أجد أمي معي في يوم مناقشة الدكتوراه، وكنت كتبت شيئا عن ذلك في قصيدة أخرى اسمها قصيدة الطريق. كتبت عن هذا شول: وقولوا لأمي التي فارقتني وما فارق بليل سن ولا مولد ابن ولا بشهادتي الجامعية ولا برجوعي من عملي في آخر الشهر بالمرتب. قول لها يعني طيب أستاذ على يعني يحدث هناك بعض الخلل، يعني في ربما يكون في الإنترنت. أنا عفوا يعني هذا يمكن الإرسال ضعيفا. التي أعطيت قلبك دون انتلة تعد. هل هو جيد الآن؟ أي نعم بعد إغلاق الكاميرا نعم الآن هو إيه. أنا يعني هذا نحن كل المشاركين الآن يعني في كأنهم يرون في مهدي أمهاتهم، وهم يتذكرون ذكريات جميلة عن أمهاتهم التي يعني انتقلت إلى جبار ربهن أو الذين ما زالوا في قيد الحياة. وهذا اسمح لي يعني هناك يعني ألاحظ هذا الشيء كثيرا في أفلام السينما الهندية، ألاحظ أن هناك تقديس وتقدير كبير لقيمة الأم تشيعه الأفلام الهندية التي تعلم الشباب الصغير كيف يقبل أقدام والدته وكيف يقبل يدها وكيف يكون دائما خادما لها. فنشكر من هنا الثقافة الهندية والسينما الهندية على هذا الملمح الجميل فيما يتعلق بالأم. أنت تتبنى الآن يعني جسر ثقافة بين الهند وبين مصر الحبيبة. شكرا لهذه الملاحظة. وطبعا كل كما يتوقع ويتخيل الجميع نحن ننتقل إلى الوالد، يعني كترتيب علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المرات ثلاثة علينا أن نتذكر والدنا. هناك قصيدة لحضرتك يعني عباءة أبي. لما استمعت إلى هذه القصيدة أنا صرت وأصبحت جدا متأثرا. يعني نحن دائما نتذكر عن الوالدة لكن نحن ننسى دور الوالد أو واجبنا تجاه يعني آباء. ونحن نستمع إلى قصيدة عباءة أبي. هل ستسمعونها من الفيديو أم نسمعها؟ لا، هناك بعض المشاكل يعني في التقنية، لذلك أنا تركت هذا الأمر يعني. طيب جيد. والبصر مباشر من يعني لسانك أحسن بكثير يعني من الفيديو المصنع. أكرمك الله. هي القصيدة جاهزة الآن معي. عباءة أبي. طبعا أتمنى أن يكون الجميع يعرفون معنى العباءة التي نلبسها
فوق الجلباب عندنا في نحن نستخدمها عباية. نعم. عباية في الأردية والإنجليش عباية. نعم. نحن نقولها في الدارجة المصرية أيضا عباية، لكن هي في اللغة الفصيحة بالهمزة. صحيح. تقول وفارقني بغير وداع، مددت يدي ومد يديه، ولما قصرت يدنا عن التسليم سلمنا لأمر الله. عصيا كنت يا دمعي، لماذا الآن تخذلني وتفضح في هياج العين صرخة قلبي الأواه؟ كتمتك من لدن وجعي لآخر نبضة في الصبر، لماذا كلما ابتسمت هناك الشمس أيقظني شراع القبر، وضمتني دموع الليل في حزن بطعم الويل. أبي الغالي، أمامك لم أزل طفلا برغم الشيب، أحب عصاك ترفعها لتأخذني بعيدا عن طريق العيب، وأعرف أن قسوتها حنان من حنان الله. وبعد الأربعين وبعد أن بلغ الطريق مداه، عرفت الآن معنى أن أكون أبا، عرفت الآن يا أبتاه. لحضن أبي الوسيع أحن، إذا ما رحت أدنو من عباءته المهيبة في روائحها أكاد أجن. وأذكر حين لمدني بها في البرد، أذكر حين آواني بها فانداح دفء الحب في روحي ومال الورد. أبي قل لي، لماذا يترك الموتى روائحهم هنا في الحجرة العمياء؟ لماذا كانت الدنيا؟ لماذا كان هذا الموت؟ وإنهم أخرسوا حزني، لماذا علموني الصوت؟ أبي أشتاق حكمتك التي كانت تدل الرجل في الممشى وتهدي ناظر الأعشى، إذا اختلطت على عيني ملامحهم فلم أعرف أحبائي من الأعداء. أبي خذني إليك، فقد كرهت البسمة الصفراء، وما زالت هي الدنيا تركع جبهة الفقراء. تركت جنوبنا كرها وجئت مدينة الغرباء، وما زالت على روحي حكايا الشمس والصحراء. أحن إلى حدائك في دروب حياتنا الخضراء، لقد أصبحت يا أبتي أبا كبقية الآباء. ومر العمر بين أصابعي مني مرور الماء، ترى هل حان أن أمضي وأترك جنة الأبناء، وأن تبكي ابنتي يتما فتضحك حولها الأشياء. كفاني يا أبي أني زرعت الحب في الصحراء، ولي في كل ذاكرة يد صدى أو وردة بيضاء، وأني لم أكن يوما جبانا أو محب رياء، وأني اشتقت أن ألقى أحبائي من الشهداء. جميل، يعني ما قصرت يا شاعر الأزهر يعني في واجب الوالد يعني تجاه الوالد. وأمامك لم أزل طفلا برغم الشيب، أمامك لم أزل طفلا برغم الشيب، وأيضا يعني عرفت الآن معنى أن أكون أبا. أبا يعني كلها يعني أصداء حياتنا، نحن نتعكس يعني هذه الصور كلها تتعكس في حياتنا، يعني كلما كنا نحن نكبر وننمو إلى الحياة ونصبح أولياء الأمور، نحن ندرك معنى الأبوة، نحن ندرك ونفهم معنى يعني أبوة. وسبق لي أن يعني استمعت إلى حادثة في لما كنت صبيا مع تعذيب أو تأذيب والدك الحبيب الله يرحمه، يعني هذا كانت لهذا يعني الأمر شيء بالغ في حياتك، يعني حتى أنت تصبح رجلا كريما صالحا تجذب وتسرق يعني كل القلوب وكل الأسماء إليك. شكرا جزيلا. هذا الموقف كنت فيه طفلا صغيرا ووجدت يعني في البيت نقودا فسرقت منها شيئا
بدون علم والدتي ووالدي. فلما علم والدي كان طبعا يعني يريد أن يعلمني أن السرقة حرام، فأتى بقطعة من القماش وأوسخ يدي وقال يعني هذا الأمر محرم ولا يصح أن تفعله، لأن السارق يدخل النار لأنه يدخل إلى جوفه طعاما حراما. فكان هذا الدرس المتقدم في عمري الصغير درسا كبيرا، علمني أن يعني أن الحرام لا يدوم، وأن الإنسان يجب أن يصبر وأن لا تمتد عينه إلى ما حرم الله، وألا يأكل من السرقة. كان هذا درسا بالغا، وهذه لعلها المرة الأولى التي والأخيرة التي كان أبي يعاقبني فيها، لأن لم يكن من طريقة أبي أن يضرب مثلا أو شيء من هذا، بالعكس رحمة الله عليه كان حنونا جدا وكان يعاملنا برفق ولين. شكرا يعني لمشاركة هذه التجربة. الناس ربما يخجل ويستهي لمشاركة مثل هذه التجارب، لكن يعني هذا نقطة تحول يعني في حياتك، يعني ودرس أكبر يعني في حياتك ورسالة كبرى. ويعني نحن المشاركون كلهم سوف يفهمون لماذا نحن وضعنا العنوان الحياة الشعر والمجتمع. دائما الشعراء وهم يعيشون في آفاق سماوية لا يتعلقون يعني مشاكل الناس مباشرة، وهم في كل واد يهيمون بدون جدوى ولا فائدة. لكن أنت شاعر وممثل للأزهر، يعني رسمت طريقا للطريق للشعر والقصيدة والفن والإبداع. ونحن ننتقل إلى موضوع آخر، هذا أيضا متعلق جدا للمجتمع، المرأة. المرأة نصف المجتمع، جزء لا يتجزأ من المجتمع، ثلث المجتمع وليس نصفه فقط. لكن الأزهريون يعني بخلفيتهم الدينية والشرعية ربما يعني الناس ربما يظنون ليس عندك إنتاج يخص بالمرأة والجزء النسبي. الإناث في قصائدك، المرأة في قصيدتك. أولا دعني أحرر فكرة أن الأزهريين أو غير الأزهريين حتى من الذين يعيشون حياة فيها شيء من الالتزام، كأن العشق أو كأن الحب شيء محرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله تعالى عندما تحدث عن زينة الدنيا ذكر النساء، أول ما ذكر قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. فالمرأة هي السكن، وهي الحب، وهي الدفء، وهي الحنان، وهي الأمومة. والمرأة ليست يعني قاصرة فقط على الحبيبة التي نتزوجها، وإنما المرأة لها دور كبير بوصفها أماً، وبوصفها أختاً، وبوصفها حبيبة، وبوصفها زوجة، وبوصفها بنتاً. ففي كل مراحل حياتنا نجد أن البيت الذي ليس فيه امرأة كالبيت الذي ليس فيه مصباح. فالمرأة استحوذت على يعني أريد أن أقول على ثلاثة أرباع الشعر في العالم كله، وليس في شعري أنا فقط، في شعر العرب وفي شعر الهند وفي شعر الإنجليز وفي شعر الفرنسيين وفي كل أنواع الشعر، المرأة لها نصيب كبير جدا من الشعر. أما في حياتي فأنا كغيري من الرجال لا أستطيع أن تستقيم حياتي بدون أن تكون فيه امرأة. إذن متعنا بقصيدة تخص بالمرأة. هناك قصائد كثيرة
ولكن أتذكر حتى قصيدة كما ذاب سكر في فمي. نعم هناك قصيدة اسمها اعتذار، وهي تحكي موقفا اعتذاريا يعني للمرأة، تقول: مثل اليتامى دموعي فوق كراسي، سهران أضرب أخماسي بأسداسي، يوماني والنار ترعى في الضلوع، وما معي من الماء إلا قلبك القاسي، خاصمتني فكأن الماء خاصمني، خاصمتني فكأن الماء خاصمني، ولم يعد لي سوى النات وسواسي. يا رقة الورد، يا رقة الخد، لما نام فوق يدي فسال قطر الندى من كف إحساسي، أرق من ماء عيني كنت بين يدي حزني، وأرهف من ترديد أنفاسي، فما لقلبك لم يشفق على خجلي حين اعتذرت وبي جرح بلا آسي، وكنت وحدك، وحدك كل الأصدقاء، وكنت وحدك كل الأصدقاء، فهل يشفي نحيبي بهذا الليل جلاسي، وكنت أحنى الضلوع الحانيات على حزني، وعمري يصب المر في كاسي، وكنت كفا كأن الله أرسلها لما تيتمت كي تمشي على راسي. بالله يا سكرة الحمى ورعشتها، قولا لها ذاب، قولا لها تاب، هزا قلبها الناس، وذكراها بأن الليل عذبني وأطفأت كفه بالهجر نبراسي، وأن صوت عذاب بات يلسعني كأنه جرس في ليل قداسي. حبيبتي، وحرام أن أقول أنا حبيبتي لسوى شقي وإيناسي. نعم جرحتك، نعم جرحتك، لكن مت من خجلي وذقت نارين من قيدي وحراسي. حبيبتي، وحرام أن أقول أنا حبيبتي لسوى شقي وإيناسي. أصابعي في سلامي كلها خجل، أنا المكرم في أهلي وفي ناسي، فضحت رقة قلبي يا ملوعتي، وكنت أحسب نفسي الشامخ الراسي، إذا خلوت إلى نفسي بكيت دما وقلت حقك يا روحي على راسي. شكرا جزيلا. يعني نحن تجاوزنا كل تقريبا كل الحدود وكل المواضيع يعني في هذا الصدد، وانا سوف اخوض الى التداخلات مداخلات يعني من المشاركين الكرام. قبل ذلك انا اسالك يعني سؤالا اخرا يعني من طرفي. انا يعني قد انتبهت يعني في قصائدك يعني توظيف الرموز الإسلامية التقليدية يعني بكثرة، مثل سفينة نوح، صبر أيوب، وأم موسى، وتابوت، وطوفان، يعني الاقتباسات القرآنية وتوظيف الأساليب الإسلامية ومن النصوص يعني من القرآن يعني حقيقة مباشرا موجودة بكثرة يعني في قصائدك. ما هو سبب يعني لكثره اكثار هذا؟ يعني انت تظن هذا عيب او هذا يعني شيء جيد؟ هو طبعا انا لا اظنه عيبا، والا لم اضعه في قصائدي، يعني لو كنت اراه عيبا ما وضعته في قصائدي. ولكن السبب في هذا هو انني منذ سن صغيره حفظت القرآن الكريم قبل أن أكمل عامي 14 أو 15 على الأكثر، يعني في الثالث الإعدادي. حفظي للقرآن الكريم مبكراً جعل القصص القرآني يخالط نفسي، وأمر طبيعي جداً أن الثقافات التي تحصلها وأنت صغير تخرج في قصائدك وتخرج في إبداعك وتخرج في كل نشاطات حياتك. نسمع بعض الاقتباسات يعني بعض الأبيات التي تتعلق مباشرا بالقرآن من قصيدتك، يعني مثل صبر أيوب أو نعم هناك قصيدة
نعم، قصيدة مثلا يا عين يا ليل التي أقول فيها: ما بين شوقين قلبي فيك يرتحل، يا قاب قوسين ما للشوق لا يصل، أيوب صبريا والأوجاع تقتله، يأسى على جرحه لو قيل يندمل، برئي من الشوق أن أشتاق ملء دمي، حظي من الوجد يطفيني ويشتعل، وأن أبعثر في إيقاع ضحكتها نبضا تخاصم فيه اليأس والأمل، يبني بي الظن آمالا ويهدمها، ويستبد بروح الوحد والجدل، أنا المسجى على متن السطور رؤى مخضرة البوح بالأسرار تتصل، كتمت لذة إيماني بمشهدها، فكنت بالنار بعد النار أغتسل، مسجونة في اللمى أوجاع قبلتها، مجنونة في فمي من وجدها القبل، أذوب الليل موالا وأشربه، فالليل بي آهة نواحها زجل، سكرى حروفي تبيت الليل راقصة على الجراح، فليلي بالجوى ثمل، غنيت آهة موالي فقطعني، إذ قلت يا عين من عينيك ما يصل، وقلت يا ليل فانداحت تجاوبني نايات عشق بحلق الريح تبتهل، يا عين يا ليل يا أوجاع راحلتي، هل ظل للبحر في الأصقاع مرتحل، شوقي إلى الغيب عمر يا مفرقتي على قوافيك، كم ضلت به السبل، أرسلت بحري أمواجا ليبلغها، فلم يعد لي وخانت ربها الرسل، أنا المذبح في عينيك خلوته، حتى اخترعت بذبح الحرف ما يهل، يا ومض ما تومض الأشعار من ألق، قلبي ورؤياك هل تجديني الحيل، وقفت وحدي والطوفان يدهمني، أقول يا جبل اعصمني ولا جبل، لا عاصم اليوم من عينيك يعصمني، أنا ابن نوحي غريبي فيك ما يائل، كم بات رمشك يأتي بي ويذهب بي، وهل لقلب برمش هكذا قبل، ألقى عصاه على قلبي فخدرني استحرا لتعبث في أعصابي المقل، مليون هيت على الهداب ناطقة، والقلب يخفق والأبواب تنسدل، الله يا كحلها حرقتني شغفا، الله يا سحرها ما عدت أحتمل. ما شاء الله ما شاء الله، هذه يعني من أرباع القصائد، يعني كثير من الاقتباسات القرآنية موجودة، والله يعني لما أنا بدأت البحث والدراسة في قصائدك، يعني أنا وجدت وألفيت، يعني أنت ذكرت القصيدة مصة جن، الشعر مصة جن، وأيضا نعم. يعني أنت آخر الدنيا يا شعر وأولها، يا شعر يا آخر الدنيا وأولها، حقيقة أنا مجنون بشعرك الآن، أنا مصة شعرك يعني. ونحن ندخل إلى 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 المداخلات إن شاء الله، وهناك تكون تساؤلات عدة من المشاركين الكبار، عندنا كتاب ومبدعين وشعراء ونقاد من مختلف قارات يعني الأرض، وأيضا وصل عدد المشاركين الآن تقريبا 273 بالضبط، يعني كل الناس وكل المشاركين بحبك وإخلاصك يعني وشغفك إليك، يعني وهم وصلوا إلى هذه المنصة وإلى هذا المنبر، ونحن نشكر كل المشاركين جميعا لهم مني التحية والحب، وأشكرهم على هذا الوجود الراقي الذي يعني طوقني بجميل لا أنساه لهم أبدا. شكرا جزيلا، وأنا أرجو من سعادة الدكتور البروفيسور حبيب الله خان لأن يعني يقدم الدعوة إلى الأستاذ
أحمد القاضي قبل أن ندخل إلى المداخلة، وبعد ذلك هذا استراحة إن شاء الله لك أستاذ على جانب لمدة 5 دقائق، بعد ذلك إن شاء الله نحن نرجع إليك بكل رغبة وبكل شغف وتحمس. أستاذ أبيب الله خان، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان هذا الحوار جميلا وشيقا ونافعا جدا. في الحقيقة نحن درسنا وندرس في المقررات الجامعية الدراسية أدباء وشعراء مصر، ولكن قلما نجد فرصة لاستماع القصائد من فمهم مباشرة، والحمد لله اليوم تحقق هذا الحلم، وطلبتي وزملائي سيكونون مسرور جدا بهذا اللقاء. وبهذه الكلمات أيها الحضور الكرام، يسرني أن أقدم للمشاركين الكرام أخي وزميلي الفاضل البروفيسور عبد الرحمن القاضي، رئيس قسم اللغة الأردية بجامعة الأزهر الشريف، زاده الله علما وفضلا، فهو ممثل أزهري وأكاديمي ناجح ومترجم بارع، تدخر سيرته الذاتية بإنجازات علمية ثقافية تدريسية إدارية كثيرة. له عشرات الكتب في الأدب والثقافة والتدريس، أبرز عناوينها القواعد العملية لدراسة الأردية، الشعر الأردي الحديث المعاصر، ومحاضرة في نشأة اللغة الأردية وتطورها، والشعر الأردي الكلاسيكي، دراسات في الأدب الأردي والجماعات الإسلامية وحياتها في الهند، نافذة على الهند، الهند، أحزاب وحكومات، والمجتمع الهندي، عادات وثقافات، وما إلى ذلك. له في الترجمة عشرات الإنجازات العظيمة، أبرزها العلاقات العربية الهندية للسيد سليمان الندوي، المساجد التاريخية في دلهي لمولانا عطاء الرحمن القاسمي، تم تدشين هذه الترجمة في جامعتي ولي شرف بأنني حضرتها، وأهل الكهف وهي والمجموعة القصصية الوردية لابن البروفيسور ابن كمال، والبروفيسور ابن كمال صديقي وهو مشرفه، فهذه الترجمة أعتقد خدمة للأستاذ أو إرضاء له. وكذلك لأخي الفاضل مشاركة، إنه شارك في ترجمة الجزء 3 و 6 من كتاب سيرة النبي للعلامة شبلي النعماني، وما إلى ذلك، فإنني لا أقتنع بهذا التقديم الرسمي من سيرته الذاتية التي تتخطى عشرات الصفحات. وفضلاً عن هذه الكتب والإنجازات، أريد أن أقول بعض الشيء من عندي الذي أنا شعرت بها، فهو صديق عزيز كريم تعرفت عليه قبل حوالي 27 سنة عندما كان يعمل باحثا في جامعة دلهي، ولي معه مواقف جميلة عديدة أريد أن أشاطر بعضها مع المشاركين والمشاركات، ومنها إن اللقاء الأول الذي جمعني معه ترك في نفسي أثراً طيباً، وهذا كان في بداية عام 1993 عندما دار الأخ أحمد القاضي قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية، وقابلته في الطريق، فإنه عرف نفسه علي قائلاً: ميرا نام أحمد قاضي ہے اور ميرا تعلق بحار سے ہے، باللهجة الأردية الأصيلة، اسمي أحمد القاضي وأنا من ولاية بيهار، وما إن أكمل الجملة حتى انضم إلينا البروفيسور محمد أيوب وتحول الحديث من الأردية إلى العربية. فاستغربت وتحيرت في أمره، كيف هذا البيهاري يتحدث باللغة العربية الفصحى وبهذه الطلاقة؟
ولكن سرعان ما تدخل على خيوب قائلا هذا صديقي من مصر يعمل الدكتورة في جامعة دلهي في ويدرس في قسم اللغة الأردية. والموقف الثاني عندما هو تولى منصب المستشار الثقافي في السفارة المصرية في نيو دلهي، فنحن ذهبنا إلى بعض الحفلات الدبلوماسية، فعندما أنا رأيت الإمام البخاري فقلت للأخ أحمد كي تعال أنا أعرفك على الإمام البخاري. فعندما وصلنا إليه وأنا قلت بالوردية كي بھائی جان یہ میرے دوست ہیں یہ جامعہ ادھار میں اردو پڑھاتے ہیں، امام صاحب نے ہس کر کے پوچھا آپ نے اردو کہاں سیکھی ہے؟ احمد صاحب قاضی صاحب نے جواب دیا جامع مسجد کی سیڑھیوں پر. فعندما سأل کہ اين درست اللغة العربية فقال على مدارج المسجد الجامع. فإنني فرحت بهذا الجواب البديهي الذي أدخل السرور في قلبي وفي في في قلب الإمام بخاري. وباختصار أنا أقول يا أحمد القاضي هو يعرف الهنود كنه المعرفة. ويسمح لي أن أقدم مثالا. ذات مرة أنا عقدت المحاضرة للأستاذ الفاضل من الكويت اسمه عبد الله القتم، وكان الأخ أحمد القاضي موجود في دلهي، فأنا أيضا دعوته إلى ذلك الاجتماع. فعندما نحن نجد العرب دائما نحاول إقامة جسر التعاون في الهواء ونريد تحقيق ما لا يمكن تحقيقه، وفي مثل هذه المواقف صديقي البروفيسور أحمد القاضي دائما يؤيد قضيتنا ويدعو أمام العرب بطريقة نحن لا نستطيع أن نقدم أمامهم. وله أمثال كثيرة وكثيرة جدا. وعندما أنا كنت رئيس القسم في الجامعة الملية الإسلامية أنا حاولت قدر جهدي أن أدعوه لإلقاء المحاضرات وأقضي المحاضرات له لأكرمه، ولكن الظروف دائما حالت. وفي الأيام الأخيرة وإنه وافق إنه يأتي إلى القسم وكان له بعض البرامج، ولكن البرامج كان مكثفة جدا، كان يقتدي البرنامج أن يذهب إلى بومباي وإلى الأماكن الأخرى، فإنه لم يجد متسع من الوقت فلم أستطيع. فعندما بدأ هذه البرامج الافتراضية اتصلت به فإنه رحب بهذه الفكرة، ولكن بسبب الازدحام لم أستطيع أن أنسق بهذه الكلمات. أني أصبحت منفعلا وهو عربي وعنده فراسة كبيرة، وأرجو منه أن يفهم ماذا أريد أن أقول له بهذه الكلمات. أنا عدو صديقي وزميلي البروفيسور سعادة البروفيسور أحمد عبد الرحمن القاضي أن يفيدنا بملاحظاته، فليتفضل مشكورا. دقيقة أستاذ أحمد عبد الرحمن القاضي، أنا عليك أن تفتح الميكروفون. ميكروفون يعني ميوت عندك. ونحن نوزع يعني الاستمارة للحضور إن شاء الله في نهاية مطاف هذه المحاضرة. وأيضا إذا أحد يعني يريد أن يتداخل مع ضيف شرفنا أستاذ الدكتور على جانب فنحن نرحب بكم، عليكم أن ترفعوا أيديكم يعني رئيس هاند. أستاذ سابر قد لا أجد الفرصة مرة ثانية. أنا أرجو من الأخوين الكريمين على الأستاذ على جانب والأخ أحمد القاضي كل لكم أصدقاء في الهند يتجاوز عددهم أكثر من 280، وليسهم من الهند فقط، من ماليزيا ومن إندونيسيا، فإنهم كلنا يعني كلنا نحن نريد إقامة الصداقة معكم لكي نستفيد من علمكم، وهذا الرجاء موجه لكم. وأي شخص يريد تليفونهم أو إيميلاتهم فمن الممكن أن أزودهم.
بإذن منه. أستاذ أحمد. أيوة. هل تسمعني؟ نعم. مرحبا بك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم تعازية لقسم اللغة العربية بالجامعة جواهر لال نهرو والاتحاد أساتذة اللغة العربية في وفاة الأستاذ الدكتور فيضان الله فاروقي، فقد كان يعني أستاذا عظيما له جهد لا نستطيع أن ننكره في اللغة العربية. والحقيقة لقد فقدنا اثنين من أساتذة اللغة العربية، كان قد سبقه الدكتور ولي الندوي، فهذه هي الحياة وهذه هي الدنيا. ثانيا أشكر أخي وصديقي الأستاذ الدكتور حبيب الله خان والدكتور صابر نواس والدكتور رزوان الرحمن وكل أساتذة اللغة العربية في الهند وكل من يتحدث اللغة الأردية، فأنا مدين له حتى ولو كان خادما ولو كان عاملا بسيطا، فتأكدوا تماما أنني تعلمت منهم الكثير والكثير. نعود إلى محاضرة اليوم والتي هي يعني أنا شخصيا انفعلت معها وبها من خلال الشاعر الكبير الأستاذ الدكتور علاء جانب. فالدكتور علاء جانب ربما لا تعرفونه، هو من نفس الإقليم الذي أو المحافظة الذي يعني أتشرف بأن أكون ابنا منها. فالدكتور علاء جانب الحقيقة لا يستاج مني إلى يعني المزيد والمزيد للتحدث عنه، فقد عبرت عنه قصائده وأشعاره التي سمعناه. أما فيما يتعلق بالشعر والشعراء، فالحقيقة الشعراء دائما لهم الفضل سواء بشعرهم، ونتعلم منهم دائما الكثير من الألفاظ والتراكيب. فمثلا التركيب التي أو الذي استخدمه الدكتور علاء جانب بأن الأمهات هن الأوطان، هذا تركيب جميل. من منا لا يعرف كلمة وطن؟ ولكن الشاعر هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقدم لك عقدا من اللؤلؤ والزمرد والذهب وغيره من الجواهر، فهذه هي إمكانات الشاعر. الشعر أيضا تعلمنا منه حفظ التراث، فلولا الشعر ما وصل إلينا الشعر الجاهلي، ولولا الشعر ما سمعت الهند ولا عرفت الهند عن المهابهارت أو الرامينا، ولولا الشعر للإلياذة ولا غيرها من الملاحم قد وصلت إلينا. الشعر أيضا نضرب به الأمثال لكي نصحح به اللغة، فلولا الشعر يعني ما نستطيع أن نتعلم جزالة اللفظ وقوة البيان. فالفضل دائما يرجع إلى الشعراء وإلى شعرهم. وأنا في الحقيقة لا أريد أن أطيل حتى يستطيع المشاهدون أن يستمتعوا بحديثهم مع شاعرنا الكبير الأستاذ الدكتور علاء جانب. فشكرا لكم جميعا على استضافتنا، ونحن دائما أكررها في خدمتكم وفي خدمة اللغة العربية. وأنا شخصيا لا أبدا لا يمكن أبدا لي أن أتأخر في أي خدمة لأساتذة اللغة العربية وغيرهم من أبناء شبه القارة الهندية. شكرا لكم، ولتستمتعوا بقصائد شاعركم العظيم الأستاذ الدكتور علاء جانب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة أستاذ أحمد القاضي، أب توڑا اردو میں بولنا ہے. اب ہماری اب اگر اردو میں بولوں تو اب یعنی آپ کے لیے بہت
يعني مشکل ہوگا میرے خیال میں تو اس لیے بہتر یہ کیونکہ عربی یہ جو محاضرہ ہے عربی میں ہی برقرار رکھیں تاکہ آپ یہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو اور جہاں تک ہماری حبیب اللہ خان صاحب کا جو مسئلہ اٹھایا ہے کہ میں جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں تو میں نے کہا بہار لیکن بھول گیا کہ اس وقت میں نے کہا میں بہار شریف سے ہوں کیونکہ اظہر کی نسبت سے اس وقت لوگ جب میں کہتا ہوں آپ ہمارا حلیہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے حلیہ جیسے ہے جب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ہند مصر سے ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ مصری ہیں تو اس لیے میں اپنی مصریت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے بہاریت اپنایا اور بہار کے ساتھ بہار شریف بھی لگایا ہے شكرا جزيلا يعني انت تستاهل يعني مكانه رئاسه قسم اللغه الارديه بجامعه الازهر الشريف يعني هذا دليل واضح وشاهد عيان لمهاراتك اللغويه في اللغه الارديه واللغه العربيه ونحن نرجع مره اخرى الى شاعرنا امير الشعراء شاعر الازهر وشاعرنا الحبيب شاعر الحياه والمجتمع دكتور علاء جاني وانا ارجو من الاخ الفاضل المشارك البعيد بالنسبة إلينا من بلاد الجزائر الأخ الفاضل بلال جندل تفضل الأخ بلال جندل أنت تعاني مشكلة في الإنترنت أنا أرجو التسامح منك نحن أنا أطلب من الأخ الفاضل الدكتور عبدو من رئيس قسم اللغة العربية بكلية الحكومية لأن يتداخل أستاذ عبدو دكتور عبدو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للاشتراك وللمداخلة في هذه الندوة الافتراضية الكبيرة أنا أشكرك للجميع أنا استمعت إلى أشعار الشاعر الكبير علاء جاني أنا في قسمنا اللغة نحن أنا أستاذ في كلية سانسكريتية لكن هناك قسم العربي خاصة فطلابنا في السنة الماضية قد ترجمنا 42 شعرا للشعراء المعاصرين لكن ومن سوء الحظ ما استطعنا ان تترجم اشعار علاء الجانب ان شاء الله سنحاول في السنوات القادمه ان نترجم لان اشعاركم رائعه ممتعه جدا ان شاء الله وانا اسالك سؤال بسيط في الحب الجذري ما اشعاركم ما في هذا الموضوع وأشكركم السلام عليكم شكرا جزيلا دكتور عبدو لإبداء رغبتك يعني لأن يتواصل مع الأستاذ على جانب ونحن ننتظر من المشاركين إذا في أحد يرغب يعني المداخلة أنا سوف أسمح لكم الميكروفون وقبل ذلك أنا أنتهز الفرصة مرة أخرى إلى الأستاذ على جانب أنا أسألك سؤالا بسيطا لا أنا أود أن لا يكون مؤكداً سؤالاً بالتأكيد من أنت؟ هل أنت متنبي أو أنت الدرويش؟ أو أنت فيلسوف أو أنت ناكب؟ أنت شاعر أو أنت أستاذ؟ يعني من أنت حقيقةً؟ هناك قصيدة يا أنا في خلفية هذه القصيدة أنا أريد منك تجاوب يا أنا كيف أناديك بأنت؟ وبجزئي وبكل قد سكنت هذا السؤال يعني سؤال من أنت قلت أنه سؤال بسيط ولكنه سؤال very complicated يعني سؤال معقد جدا لأنك تريد مني بذكائك الذي عرفته الآن في إدارة الندوة تريد مني أن أختصر لك حياتي كلها في كلمة واحدة لكن أنا هذا الإنسان البسيط المصري العربي المسلم الذي يحب الناس ويحب الحياة ويحب الله ويحب خلق الله جميعا يعني حديث الإنسان عن نفسه
يعد حديثا سخيفا، لأنه إذا مدح نفسه فإن ذلك من فعل الشياطين، وإذا ذم نفسه فإن ذلك تقصير في حق نفسه. فالحقيقة يجد الإنسان نفسه حائرا بين أن يتحدث عن نفسه أو أن يصمت. لكن أنا هذه يعني هذه التراكمات من النجاحات ومن الإخفاقات، من السعادة ومن الحزن، من الترقي من الجهل إلى التعلم أو إلى محاولة التعلم، هذا أنا ببساطة شديدة. أما رجوعا إلى سؤال أخي العزيز عن قضية الشعر أو عن قضية الحب العذري، الحب العذري لمن لا يفهم هو انتساب إلى قبيلة عربية قديمة كانت تسمى قبيلة بني عذرة، وكانوا يميلون دائما إلى العفة في أشعارهم التي تتغزل بالمرأة، فلا يتجاوزون الحديث عن علاقتهم أو عن إحساسهم بالمرأة، ولا يتطرقون كثيرا إلى وصف محاسنها الحسية الجسدية، وإنما يصفون أثر المرأة عليهم. حتى أنك تجد مثلا شاعرا كبيرا مثل جميل ابن معمر وهو يتغزل في حبيبته بثينة يقول: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله، بلا وبألا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب سائله، وبالنظرة العجلة وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله. فهو يرضى من حبيبته برفضها لمواعيده وبمماطلتها في مواعيده وبالوعد الذي تعطيه له ثم يلتقي بها بعد ذلك بعد عام كامل. فهؤلاء قبيلة بني عذرة تروى عنهم الأخبار بأنهم كانوا يموتون من شدة الحب، حتى أن واحدا من العرب سأل شاعرا من بني عذرة: يا بني عذرة، ما لكم تنماث قلوبكم كما ينماث الملح في الماء، يعني تذوب كما يذوب الملح في الماء. فقال الشاعر العذري: لأننا ننظر إلى محاجر عيون لا تنظرون إليها، نحن ننظر إلى عيون جميلة، هذه العيون الجميلة هي التي تترك أثرها في أعصابنا وفي أجسادنا حتى أنها تجعلنا نموت من شدة العشق ومن شدة الحب. ونستمع أيضا إلى قصيدة يا أنا. هي قصيدة يا أنا ليست في متناولي فاعذرني الآن، يمكن أن نسمع بديلا عنها يعني. إن شاء الله إن شاء الله نسمع بعض الفلسفيات يعني من قصائده. نعم، إذا شئت بعض الفلسفيات فربما ربما أختار مقطعا من قصيدة اسمها قصيدة الطريق، وهي في ديوان متورط في الياسمين، واسمح لي فقط أريد أن أخرجها من الديوان. أنت تشبكنا بهذا الانطلاق. نعم يا سيدي. مثلا في قصيدة الطريق أقول: كم القمح تنمو حكاياتنا وتموت، فمن سوف يذكرنا يا زمان؟ أنا أعذر الشمس إن نسيتني، فكم طلعت فوق وجه كوجهي، وكم غربت فوق روح كروحي. لماذا يخيل لي أنني الواحد الفذ؟ كل الذين هنا في الجبابين يعني المقابر، كل الذين هنا في الجبابين كانوا يظنون أنفسهم غير باقي بني الموت، لكنهم عندما ودعوا الشمس ما ذكرتهم لنا، لكنهم عندما ودعوا الشمس ما ذكرتهم لنا. ولن تذكر الشمس أسماءنا للذين يجيئون من بعدنا،
نحن مثل الفقاقيع، تاريخنا لمعة، ثم تسكن أوجاعنا حين نسلم ناصية الكلمات إلى حفرة في الطريق. متى ستزل بنا قدم يا حصان الحياة الجموح؟ متى ستجر الربابة آخر أناتها في الجروح؟ وهل سوف تعوي الذئاب على جسد في العراء وحيد؟ أعن يا ذراعي ويا قدمي فوق أرض يكوني مسامير، يا قامتي يا ابنة النخل والصبر لا تخذليني إذا جاء ما سوف يأتي، ويا ضوء هبني من الحب شيئا ليعرف وجهي أنصاره في السماء، ويا قلب هبني نبضا لأنطق باسم التي لا أحب. لقد مكثت هاهنا شوكة لا تفارق ضلعي ولكنني لا أبوح. هنا قسوة الجبل المتكبر، أخلاقنا في الجنوب من الشمس نرضع صبر الحياة استمرارا، ونشرب علم الرجال مرارا، يفارقنا صبرنا مرتين إذا صرخت حرة يا ابن عمي أو اصطرخ الصأر. بسيطون نحن هنا في الجنوب عواجيز منذ الطفولة، نعتد بالصبر عائلة والظلام صديقا. أنا بعد 20 عاما هنا في المدينة أمسيت أسأل نفسي لماذا يحب الجنوب الوفاء؟ هنا في المدينة ينسون أسرع، كل بعيد عن العين يفقد قيمته. لن أقول الخيانة، لكن إيقاع ملح الملامح في دمنا يتلكأ حين تكون الصداقة أعمق. أنا والجنوب إذا ما افترقنا عن الشيء أو افترق الشيء عنا بكينا طويلا ليمنحه شوقنا فوق قيمته 1000 معنى. أنا لا أحب المدينة، عودوا بجسمي إذا مت نحو بلادي. أنا خائف من قبور المدينة، أنا خائف من قبور المدينة، إني أخاف من البرد حين تكون الجموع مجرد أكداس لحم وعظم بلا شمعة أو حرارة قلب. فعودوا بجسمي إذا مت نحو بلادي، سيعرفني كل هذا التراب، سيعرفني كل هذا التراب، ستفرح بي كل هذه العظام، سأحضن أمي أخيرا ولو في منام. شكرا جزيلا أستاذ لهذا الأرض الرائعة. أنا خائف من قبور المدينة، حقيقة أصبحت المدن مقابر، يعني مقابر للثقافة، مقابر للآداب، يعني مقابر للمعاملات الحسنة. وأنا ألتمس من الأخ الفاضل محمد أشرف المدرس للأكاديمية الإبداع بدولة الكويت أن يتشرف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا دكتور علاج أستاذ على جانب، وشرفنا بحضورك، وأنت طرت من مصر إلى جو الهند على متن الشعر. بارك الله فيكم. إني حبيت أن أجيب لسؤال دكتور صابر، من أنت؟ ودكتور أستاذ علا قال أني هذا أصعب السؤال، ولكنني وجدت على اسمك مكتوب هنا أستاذ علا جانب، وإني أحب أن أقول لا نقول على شامل جامع. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا جزاك الله لهذه المحبة. أنا أطلب من الأستاذ مستفيز الرحمن من جامعة عسام، إن شاء الله نحن نخلص هذه الجلسة إن شاء الله في أغلون دقائق. أنا دكتور مستفيض الرحمن، أستاذ مشارك من جامعة عسام، جامعة مركزية هندية. فهناك سؤالين للأستاذ الدكتور علاء أحمد الشاعر الكبير الأزهري. نحن استفدنا من كلامه استفادة تامة. فسؤال الأول،
هل كيف تجد قصيدتك الأمي أو أمي التي كتبتها في صغر سنك أو في بداية شباب أمك في عمرك 17 عاماً فكرة وبناء حينما أنت تراجع هذه الأيام في نفس القصيدة؟ وهناك السؤال الثاني، كما نعرف للشاعر ضروري أن يكون هناك عاطفة ووجدان قوية، بدون العاطفة القوية والشعور لا يمكن للشاعر أن يعبر التي توجد في قلبه أو في ذهنه من المعاني أو الشعور أو العاطفة، كما نجد عند الشاعر القديم إمرؤ القيس مثلا، هو يقف على تلال حبيبته وهو يقول قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بس يقتل اللواء بين الدخول فحوملي. وكذلك نفس الشيء نجد عند زهير بن أبي سلمى، أي أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراجة فليتسلمي فالمتسلمي. طيب فهل من عندك كتبت أي قصيدة التي أردتها أن 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 ترسل إلى حبيبتك، إلى مرأة خاصة؟ هذا هو السؤال. شكرا. يعني قصده يعني قصيدة غزل يعني أو شيء يتشابه. تفضل أستاذ علاء. نعم شكرا. نعم دعني أجيب عن السؤال الأول، وهو كيف أنظر إلى القصيدة التي كتبتها إلى أمي بعد مرور هذا الوقت. دائما يعني الشخصيات العظيمة ننظر إلى أشعارنا دائما أنها مثل الإنسان القزم القصير القامة إذا قورنت بهذه الشخصيات العظيمة. فكل القصائد مهما كتبت من القصائد ومهما كتبت من الأشعار فإنها لن تفي بحق الأم ولن تكون معبرة تماما عن المشاعر التي أكنها لأمي أو يكنها أي إنسان محب لأمه في هذا الاتجاه. تماما كما مثلا نمدح بعض الأشخاص العظماء مثل مثلا شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، دائما نجد أن أشعارنا أقل من هذه الشخصيات العظيمة. لكن على كل حال نحن يعني نفعل جهد المقل، نفعل ما نستطيع للتعبير عن مشاعرنا تجاه هذه الشخصيات العظيمة التي تركت أثرا كبيرا في حياتنا. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو أن الشعر حقيقة يعتمد على العاطفة القوية، وهذا الذي ربما يميز الكلام الأدبي عن الكلام غير الأدبي، لأننا نعلم جميعا أن الكلام في كل لغة من لغات العالم ينقسم قسمين، قسم يسمى الكلام النفعي وهو الكلام الذي نتعامل به في أنشطتنا الاجتماعية اليومية مثل البيع والشراء والطلب وغير ذلك، اللغة التي نتحدث بها في الشارع وفي الباص وفي القطار والمطاعم وغير ذلك. والكلام الآخر أو النوع الآخر من الكلام وهو ما يسمى بالكلام الأدبي أو ما نطلق عليه الأدب، وهو الكلام الذي يعتمد على العاطفة وعلى الخيال. فالعاطفة والخيال هما اللذان يميزان الأدب عن غيره من بقية أنواع الكلام. فلا شك أن العاطفة القوية هي التي تدفع إلى الخيال الجيد، والخيال الجيد الواسع المحلق هو الذي يميز الشعر عن غيره من أنواع الكلام. أما كوني كتبت، فكل القصائد التي كتبتها غزلا كتبتها لحبيبات يعني تخصني، كل قصيدة كتبت إلى حبيبة بعينها أو كل القصائد كتبت في حبيبة واحدة، لكنني لم أكتب حرفا من غير تجربة شعورية. شكرا جزيلا أستاذ علاء. أنا ربما يكون متداخل الأخير الأخ الإسكندي من
أستاذ إسكندي افتح الميكروفون. دكتور عامر جمال. الو إسكندي تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم إسكندي من دوله اندونيسيا وانا محامي في جامعه عبد الرحمن. عفوا استاذ يعني لا نكاد نفهم ماذا تقول. اقول لك يعني انا مشكلة في يعني شبكته، يعني هذا هي المشاكل الكبيرة يعني للندوات الافتراضية. وأنا يعني حقيقة أريد أن أنهي هذه الجلسة الافتراضية قبل أن أدخل إلى نهاية المطاف. أنا أرجو وأود من الشاعر الحبيب على جانب لتقديم وصيته الأخيرة كهدية للأكاديميين والكتاب والباحثين الذين حشدوا في هذا المنبر للاستماع والاستفادة من سعادتك. الكلمة الأخيرة منك. أولا طبعا لعلي لا تتاح لي هذه الفرصة مرة أخرى، فأود أن أتقدم بخالص الشكر أولا للدعوة الكريمة من حضراتكم، وأتوجه بالشكر الجزيل لأخي وصديقي سعادة الدكتور أحمد القاضي لوساطته الكريمة ودعوتي إلى هذا اللقاء الافتراضي. هذا أولا. ثانيا إذا كان لي من نصيحة، وربما لا أرى في نفسي يعني مكانة تسمح لي بأن أنصح غيري، بل أنا في مكانة تقبل النصح من الغير، لكن أود أن أشير إلى مد الجسور أكثر بين الثقافة العربية والثقافة الهندية بالإكثار من مثل هذه المحاضرات الافتراضية، وباستخدام بعض علماء وشعراء الهند إلى الدول العربية حتى يعرفهم الناس وتعرفوا على الأدب في شبه القارة الهندية، وأن يكون ذلك أيضا مشفوعا برد فعل مناسب، بأن يستضاف أيضا الأساتذة والشعراء من الناطقين باللغة العربية إلى شبه القارة الهندية لكي يحصل هذا الاحتكاك وهذا التثاقف بين الشعبين الكريمين، شعب شبه القارة الهندية والشعب العربي الكبير. وفي النهاية أشكر لحضراتكم شكرا جزيلا على هذا اللقاء الممتع. شكرا جزيلا أستاذ. على جانب أنا أرجو من سعادة الأستاذ الدكتور رضوان الرحمن رئيس مركز الدراسات العربية والإفريقية بجامعة جواهر لال نهرو وأمين عام لاتحاد أساتذة وعلماء اللغة العربية لعموم الهند أن يتقدم بتقديم الشكر. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذه الندوة الافتراضية نيابة عن واتحاد أساتذة وعلماء اللغة العربية لعموم الهند ومعهد التميز، أشكر الأستاذ الدكتور علاء أحمد السيد عبد الرحيم الشاعر المصري الكبير وأستاذ النقد والأدب بجامعة الأزهر الشريف لقبول دعوتنا وإنشاد قصائده لهذا العدد الكبير من محبي اللغة العربية والدخول في الحوار معهم. كما أشكر ضيف الشرف رئيس قسم اللغة الوردية بجامعة الأزهر الشريف وصديقنا الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن القاضي لتلبية دعوتنا وإلقاء كلماته في هذه الندوة الافتراضية. ربما هذا هو أول برنامج افتراضي في الهند على الشعر العربي في شكل الحوار مع الشاعر. أنا أيضاً أشكر أساتذة اللغة العربية من الهند وخارجها لحضورهم في البرنامج، ومنهم الأستاذ زبير أحمد الفاروقي والدكتور كفيل أحمد القاسمي والدكتور مجيب الرحمن والدكتور إقبال حسين والدكتور عبد الماجد القاضي والدكتور محمد أيوب الندبي والدكتور مشير حسين صديقي والدكتور منير الزمان من بنغلاديش والآخرون.
والشكر أيضا موصول إلى جميع المشاركين والمشاركات المحترمين بعددهم حوالي 300. كما يلزم أن أشكر أعضاء الفريق التقني لمجهوداتهم لإنجاح هذا البرنامج الافتراضي. وفي الأخير نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور رضوان الرحمن لهذه الكلمة الرائعة. ونحن نسجل كل الشكر والتقدير والامتنان إلى ضيوفنا الكرام. أستاذ على جانب، أنت سوف تدوم وتبقى في أعلى المناصب في قلوبنا، في شامخا يعني بقصيدتك وبشعرك وبلغتك وبإحساسك تجاه الإنسانية والمجتمع. وأيضا نحن نسجل الشكر إلى أستاذ أحمد القاضي يعني محاولاته ومساعيه لإنجاح هذه الندوة. وأنا أتذكر الآن رئيس هذه الجلسة أستاذ الدكتور حبيب الله خان لاقتراح هذا الموضوع واقتراح هذا الشخصية العملاق يعني من العالم العربي لأن يكون ضيفا معنا لأن يستمع إلى قصيدته. كانت يعني ديوانية يعني مثل ديوانية أو قصر يعني الشعر. أنا أود أن أقول في خاتمة الجلسة بالمحاكاة من بعض التجارب القديمة للأدب العربي، أنا أخاطب الأستاذ على جانب أمير القوافي: قد أتيت مبايعا وهذه وفود الهندي قد بايعت معي. أمير القوافي: قد أتيت مبايعا وهذه وفود الهندي قد بايعت معي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا ومحبتي العظيمة لحضرتك ولشعب الهند الجميل. إن شاء الله نحن نخلص هذه الجلسة وعندنا بعض الإعلانات التقنية يسمح للضيوف مغادرة الجلسة. وإذا كان عندكم بعض المشكلة للمشاركين في تعبئة استمارة عليكم الانتظار القليل يعني لاستمارة النموذج المتاح في خانة الدردشة. وعندنا إعلان عن الندوة القادمة إن شاء الله في 29 يعني لهذا الشهر، نحن نستضيف أستاذ عبد الرؤوف النجار رئيس مركز التطوير والتمكين بتونس إن شاء الله في منصتنا بشراكة مع المركز العربي الثقافي بالجامعة الملية الإسلامية بنورلهي. سوف يتحدث الأستاذ عبد الرؤوف النجار عن استثمار التقنية الحديثة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بإذن الله تعالى. نحن نقدم إليكم الدعوة للمشاركة. وأيضا أنا أريد أن أشارك الدورة القادمة من أكاديمية التميز مع شراكة مركز الدراسة العربية والإفريقية لجامعة جواهرلال نهرو. نحن نعقد دورة في برنامج مكثف يعني في التدريس عن بعد يعني التدريس الافتراضي. وعندنا إن شاء الله نحن نرجو الطلب من الراغبين لأن نشارك معنا إن شاء الله تعالى إذا هم راغبين في الدورة. Actually we are hosting a foundation course in online teaching. نحن كلنا يعني دخلنا وخذنا إلى منصة الافتراضية للتدريس. علينا أن نتحول من السبورة إلى الإنترنت إلى البرودباند. لهذا الصدد نحن نريد أن نساعدكم بعقد دورة لمدة شهر حتى يتمكن للجميع أن يستفيد ويدرس كل الإمكانيات والتقنيات المتعلقة بالدورة كيف ندرس افتراضيا. وإن شاء الله إذا أنتم راغبين يعني للحصول على التفاصيل عليكم أن تتواصلوا مع طاقم التنظيم لأكاديمية التميز يعني للحصول على مزيد من التفاصيل. وسوف يكون هذه الندوة حقيقة عمليا بشراكة مع جامعة جواهرلال نهرو مركز الدراسات العربية والإفريقية وكلية عمل للدراسات المتقدمة وأيضا بكيرلا ستارت أب ميشن.
وإذا أنتم راغبين للاستسفار والحصول للمزيد من التفاصيل عليكم أن تتواصلوا الأرقام المتاحة يعني في الإعلام. وأيضا أنا أنبه المشاركين إذا أنتم تعانون أي مشكلة في استمارة الحضور عليكم أن تصبروا قليلا ثم تأخذوا راحتكم لتعبئة الاستمارة، بعد ذلك إن شاء الله نحن ننهي الجلسة. ونحن نثمن جهودكم واهتمامكم ومتابعتكم معنا لإسراء لغة الضاد ولغة القرآن. جزاكم الله خيرا. أنا يعني أهيت أخبر الضيوف يعني إذا المهمة خلاص عليكم الآن يمكننا الانطلاق. صحيح. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نلتقي قريبا بإذن الله. إن شاء الله. السلام عليكم. نحن ننتظر لأكثر من إن شاء الله مزيد من ثلاث دقائق أو خمس دقائق يعني حتى يأخذ الجميع يعني بتعبئة الاستمارة، وبعد ذلك إن شاء الله نخلص الفعالية.